لا 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 اخوتي، سمحوا لي، لكن غف هذه طفاتنا البدوية. البدوية طفاتنا كاملين. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا. واش هذه واعرة ولا كذبت؟ حقوا معايا المشاهدين مزيان، ما بقاش كنشوف مزيان. واش هذه واعرة اللي كتقول لها الهيطوكية الهرقاوية اللي كانت كتقول حرام ما نعرفش نصوت ولا نطلع؟ والله لا هي. شنو كل ما دوات واعرة في الفيديو كيحسب لي حميد تزوج عليها وجاب شي قاوريه، جاب شي روسيه ولا جاب شي سويديه ولا جاب شي وحده من برا من اوروبا. كنقول لا لا، هذه قاوريه، لا لا مستحيل تكون هذه الهيطوكيه. لا صدقت، انا اللي هيطوكي، انا اللي هرقاوي اخوتي. خليكم معايا في الفيديو تعرفوا الكواليس المكولسه والصدمه اللي بقيت مصدوم البارح حتى حال فمي في الليل. نقول اش هادشي؟ واش كنسى عيني وندير بحال هكا ونعاود نشوف؟ واش انا فايق ولا كنحلم؟ المهم اخوتي خليكم معايا في هذا الفيديو. صباح الخير عليكم المشاهدين الاعزاء، صباح النور، صباح الورد وصباح الياسمين، صباح الزبده وصباح الكوفيتير، صباح بالاعمال مفتح. تصبحوا تربحوا يا احلى متتبعين، جمعه مباركه. كنتمنى ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى يسر خاطركم. وغندوزوا للموضوع من المينياتير، وقيلا راكم عارفين على ما غنهضر اخوتي. البدوية هنا تطبق داك المثال ديال فينك حميد، فينك حميد اجي تشوف بدوية ولا وحدة اخرى. اليوم طبقتيه صراحة، اليوم طبقتيه باش كتعرفي باش كتعجبيني ديما. في ما يبان لك البوز مشى خاصك ديري شي فضيحة، في ما يبان لك البوز مشى شي قنت خاصك تجبدي البوز. المهم ما مفاكاش مع هاد اليوتيوب. لا لا شوفوا، امي زهرة والدة المليح، صوت ديال الريح، وامي زهرة والدة المليح ما نكذبش عليكم. ما ديما كنخرج وكنعاير نوايعيره وكنقول لها لا وهادشي اللي كديري حشومه وكنقعد نشوف ولا لا لا لا. فهادي انا بدا صدمتني شي، راه مزوج عنتا السي حامي، مزوج عنتا. وباش كتعجبني هاي طوكيه، باش كتعجبني البدويه، باش نقول لها هاي طوكيه؟ انا اللي هاي طوكي مهلية في راسها، الدار في سميتها، الكراج في سميتها، الطوموبيل في سميتها، وما قاداش تصاوب الحميد الفم، ماشي ما عندهاش الامكانيات، خايفه عليه يسلت. هنا باش كتعجبيني بعدا كتهلاي في راسك وكتمتعي وعايشه الحياه بيس اند لوف. حميد لا، خاصها عليه ميكا ديال النفحه ومحيده ليه الفم. الزعافه غادي عاد يربي الريش يهرب ويخليها. قالت خلي بابا تما هكاك، الله ما نبقى قابله عليه انا. صدمتني انا البارح نكتب عليكم كنشوف الفيديوهات ديال او واش هادي واعره ولا كذبت؟ واش هادي اللي قالت لك كندير الحليب للسوق وقالت ليهم انا معايا انا اما كاين غير الطاقه الايجابيه وراك سكتي لنا القلب انا واعره، سكتي لنا القلب. اش نقول لكم؟ يا ربي يا ربي يا ربي تعطينا حسن الخاتمه، يا ربي يا ربي تعطينا حسن الخاتمه، يا ربي ما تعطيناش بحال هذه الحاله من الكبره. وانا واعره تي الناس في الناس القراح مشيت الراس، عاد بالك تلبسي لا غوب تتيا وكتقول الحال هو كيبوس فيه مع الصدمه. وحامي حنا العجل اللي كيبوس لها في رجليها. انواع عيره بحال شي اميره متيقه راسها والشعر زعر تبدلت كريم. تقولوا ماشي نواع عيره هذه، تقولوا عروسه بحال لا لا. الناس حاب قد تزوجتي، راك تا نكتب عليهم في العنوان ديال تزوجتي، راه نكتب لهم ولي زواج نواع عيره الثاني. انا كنحسب لي تزوجت هو دارت لك السي حامد يسوق بها. والله الا هي طلعت لها بالله نكذب عليكم، هي اللي مطوره. كتقول لك انا ما قارياش وانا اميه، حنا اخوتي اللي اميين حنا قاريين اش درنا؟ المهم خالقة السعادة من أي حاجة، تخشي راسها هنا وتخشي راسها هنا وتسلك راسها من هنا. حرام ما خلات ما دارت، وما خلات ما دارت جميع الشهادات. داك النهار دارت راسها قاورية، البارح قال دارت التاج فوق الراس ومضمة قداش تبارك الله مع مع مناعي مع الطيمان كراكم عارفين، ما كاينش لا كرش لا والو. داك الكرش قدو خارجة ومضمة هنا، باش كتعجبكم كدير المضمة هنايا، ماشي كتهبط المضمة للكرش، كديرها هنا ما بين الكرش و دير من مولي عيمه. وداك زعما راه الذهب زعما كتقلي السم ديك هذيك طورين اللي خاصمه هي وياها تاز زعما ديال الذهب. ايوا السي حامد شي هو انت اللي مزوج، نقولك اللي كاين انت اللي مزوج خاصك توصل يديه ورجليه صباح وعشيه كل نهار بلوك مالك. كانت عشار فكانت حداك تبان حداك عم كم مشى شحال هذي في العروبيه هاي دابا، ولا تاقي العكار ولا تاقي دير في البوماده ولا تاقي تصبغ لك الشعر. ايوا واش بغيتي السي حامي؟ امهر ليا فك بعدا واعره باش تعطيكم الاناقه والجمال. ما كاينش اللي شافك يقول ما والداش، اللي شافك البارح يقول ديما ما والداش توك البنات ومزوجاهم. شوفوا اللي بغيت يتناسب، اللي بغيت يتناسب احسن نسيبه، احسن نسيبه في العالم.
ماديا ومعنويا، تزوج تناسب مع الواعره، دير لاباس في صحتك ودير لاباس في جيبك وفي كل شيء. طوندونس تصبح مقلز فيه معايا قارية حرامية ديال الادسنس. دخلت هي مدربة الصراحة، هي دخلت نهار الاول على الشوها والفضيح وعارفة راسها الشوها دايرة راسها مخطة عليها هي. نهار الاول دخلت حرام نصوت ولا نطلع الشوها ديال البنان نطيح في البحر، ما خلات ما دارت مطورة. انا كنشوف مسكينة الوالدة عندي اخوتي، الوالدة راه تجلس قدام الكاميرا راه واحد العفوية فيها، راه عندك يوم مطام الفرشة. كنبقى نقارن بعض المرات كنقول شو دابا نواعي راه مجبدة وشنيتيكا كيهضروا في الفيديوهات وبالكاميرا زاعما، وانا الوالد على اصحابي اللي مشاو معايا للدار كتلف الهضره، كتلف على اصحابي اللي مشاو معايا للدار. اما درت لها فيديو واخا ضلت توصي فيها والله هاد الزبالي هاد الزبالي ما ديرش بحال نواعيره هادو، لا كنشوف انا شنيتي كمجبده الفيديوهات وهادي نواعيره حتى هي التحرميات. كنبقى كنشوف كنقول زعما تا مرا بجوج من هادي من الباديه وهادي من الباديه وشو التحرميات. قال لك ما بقاتش النيه، النية ديال العروبية شمو العروبية شنو كيديرو؟ شوفو ها لي قالت ليكم باغا بيت في السطح باغا نقرب نيتي وليداتي. والله شوف انا واعيه والله ما حسدناك ولا شي حاجه، الله يسهل عليك ما ديريش غير الشهر فضيحه. لبسي تقادي بحال هكا بيني القفطان المغربي بيني التكشيطه المغربيه بحال هكا، ما عندناش المشكل جرام ديال المشكل. اليوم راه ما سبيتك ما ولا كنشكر فيك، بالعكس اليوم انت ما بقاش نقول لك الهيطوكيه. الا درتي شي زبله ما حدك دابا غدا غدا مزيان وغدا في الطريق الصحيح، سيري على المسار ديالك. بيني التقاليد ديالنا بيني التكشيطه القفطان المغربي، واخا ديري تعجبي في راسك ماشي مشكل، عجبي في راسك كما بغيتي وجهك هذاك، ولكن بيني التقاليد المغربيه. حيد عليك السبان والمعيور ونظر على شي حاجه ما كايناش اللي غديني نجيب الماستر، سيري تكمشي خليك بعدا مع حامد قابل لك. واحد السيده كانت تواصلت معايا شحال هذه ملي كنت هضرت على البدويه، وكنت هاجمت واحد المره ملي كانت دات واحد الزبله، وتواصلت معايا واحد المتتبعه ديالها. انا كنت قلت لها هيطوكي سير رجع للمحتوى ديالك وسيري خليك في العروبيه كما كنتي احسن من هادشي ديال المعاطيه وهادشي. قالت لي واحد المتتبعه ديالها قالت لي خويا انا راه من الجاليه وانا متتبعه ديالها وعزيزه عليا وتواصلت معاها، قلت لها انت سيري للباديه وديري المحتوى ديال العروبيه والكانون. قالت لي الدور فيا، قالت لا 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 الكانون ولا كيحرقني في وجهي، الكانون ولا كيحرقني في وجهي، ما بقيتش قادة على الكانون. قلت لها شتي سيرو دابا قولها دير لكم شي حرشه في الكانون ولا تشوي لكم السردين على الكانون كما كانت كدير. والله لا شميتو دابا، قلت لا ولا تخاف على البشره ديالها. شو شو الفقير ملي كيسهل عليه الله وكتجي دقه وحده ملي كتبغيك. وشو قال لكم راه زلات رحمه، والله الا زلات رحمه، حيت الندم على قبل الفلوس ولينا كنشوفو كيدير مستحيل مستحيل على قبل الفلوس. وما حدك انت كتدخل في الفلوس سيرتو في السوشيال ميديا، نقول لكم اللي كاين، ما حدك انت وكتدخل في الفلوس، ما حدك انت كتزيد في النيفو ديال الشهره، ما حدك انت الفلوس داخله ما حدك كتزيد، خاصك اكثر باش تطلع المشاهدات وباش يدخلوا الفلوس اكثر باش غدير داكشي، خاصك دير الشهره الفضيحه معروفه هذه القنوات سيرتو تلقى بحال نوايعيره والطبقه. علاش دابا نواعيرة والسريعة وهادشي كل مرة كيخرجوا ليكم مشكل جديد بإثارات الجدل جديدة شي فضيحة جديدة؟ لأن هاد الناس ضاقوا الفلوس كثيرة، ضاقوا الفلوس كثيرة واحد الفترة بهادي كان طالع عندهم مشاهدة، ملي كتهبط ليهم مشاهدة ما كيتقبلوش المشاهدة هبطت ليهم، ما يتقبلوش أنهم غيشدوا قل من داك الفلوس اللي كانوا كيشدوا شحال هادي، فكتجي مقليلة خاصهم ديما إما داك المونطو اللي كيشدوا ولا يزيدوا عليه ضروري. اشنو الحل ديالهم؟ هو تشوف هاد الفضيحه ندير نعجب فراسي نوض نسب الام ديالي، هادشي ديال عقوق الوالدين شتي كون حبسوا الخلاص في اليوتيوب ولا خلنا واحد الصالير فيكس مثلا. اقسم بالله اخوتي اي ما تبقاو تشوفوا هاد الفضايح ولا هاد الشوهه ولا هاد عقوق الوالدين، ما يبقاش مره ما يبقاش هادشي مره، هادشي كامل دايروا ما حد كتزيد المشاهدات والفلوس. والمشكل الثاني هو المتتبعين اللي كيشجعوا على بحال الظاهره، مثلا واحد القناه ديال الشهر فضيحه اسيدي غنقاطعوها غنهبطوا لها المشاهده ما ندخلوش عندها، تدير شي محتوى زوين وندخلوا عندها. ما حدنا حنا غنشجعوا على شي محتوى زوين ولا شي حاجه، ما حد هي غتزيد داك المحتوى الزوين. اما اللي دارت محتوى زوين وخرجنا من عندها حتى دارت الشهر فضيحه ودخلنا عندها، فكونوا اكيد راه من القدام غتبقى توقع من مغى الشهر فضيحه وواحد اليوتيوب مغربي غادي هو كيتكفس. هادشي اللي كنشوفه والله القسم بالله غادي وكيتكفس وغادي الله يستر. ملي كنشوفو ناس كبار كيديرو الضحك في راسهم، ناس كبار زعما ودايرين الضحك في راسهم، راه هادي اللي خايبه. مثلا شي واحد يلاه بادي ولا شي واحد باقي صغير ولا شي بنت ولا هادي
قدروا نتقبلوا منه شي حوايج نتقبلوا منه، ولكن ملي كيدير شي زبلة شي واحد كبير ولا شي مرا كبيره ولا شي راجل كبير كيجي داير الضحك في راسه وما كيجيش مع داك هذيك الفضيحه، ما كتجيش مع المشكله، ماشي قد اللاج ديالو، ماشي السيل ديالو، سيرتو شي واحد اللي كيكون ود الباديه ولا هادي كيبغي يدير شي فضيحه ويقلد شي ناس الباقين صغار يقلد، كيدير الضحك في راسه واخا كطلع ليه مشاهده كنت مشوه بالفضيحه الصراحه. ودا غادي اللي لازم حداه يبقى يقلل منه، اللي لازم يلوح ليه كلمه لا في الزنقه حتى واحد ما يحترمو، العائله ما يحترموش، هادشي اللي كيكون. ولكن هادشي شكون دايرو؟ الادسنس والفلوس. المهم خوتي هذا هو لا فيديو، كنتمنى ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج. نهاركم مبروك وجمعه مباركه، الى فيديو قادم ان شاء الله. الخوت اللي ما دايرش لايك اللي ما دايرش ابوني تابونا في القناه فضلا وليس امرا. تحياتي لكم اخوتي العزيز.